اثبت بقى يا بطل بنا يستر. اتحت الصبرش ان موت وجرثومة لجوه معاميعك مطرح المحشي والفتة اللي الله هطيها منك لها يا اختي. انت قطعي حتة الصبرة بتاعتك كده هو حتة نونو صغيرة اول حاجة كده استفتاح يعني يا غزو ان ريحه صبار فريش طازة. هتشربي صباري ابي عشان اموت الجرثومة مطرح الاكل اللي انا كلته كله. اذا مش عاوز تاخدي القشرة تعملي بيها حاجة حكيها حكيها حكيها. خدي كل اللي جواها بابور الحلو اللؤلؤ ده هيخش بطني هيخليني اموت الجرثومة بتاعت البطن. علاج جرثومة المعدة يعني ايه جرثومة؟ من اكل الدليفري بتيجي جرثومة شايفة؟ ده صبار مش بابور يا كده 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 كده. خدي كل اللي جوه القشرة يا ده اهو شايفاه هو ده يس ده هذا هو اللؤلؤ الابيض يا اهو. حكي قشرة طالما مش هتستعمليها يس عبال ما يكبسوا بس مش هعمل كل حاجة بسرعة بسرعة. انا هاخد وقتي خالص عشان الدنيا حر وانا طالعه لكم بالكومبليزون يس كده 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 اكس عكاس يعني عشان اعرف اخد كل اللي جوه القشره. شايفه ده اللي بيخرج ده هو ده علاج جرثومه في معاميعك اللي انت عماله تحشرين فيها محشي وبلاوي السودة. نضافي يلا انا هوريكي يا بتر ورمة يا زرقة يا زرقة يس متغاظه يا زرقة مني يا زرقة يا زرقة زرقة انا كسود ومنايل ركني صبرنا وبعد لما قطعتيها هنا على جنب يس عند هاتي هاتي بوردة بلاش الشغل على الرخاماتنا يس هاتي بوردة افتكرت افتكرت ايه المطبخ اللي لف ومشي ده ما انا كنت بنضف تعالي تعالي هنا لو عندك جرثومة في معدتك من فضلك لازم تشوفي هذه الوصفة حلوة هذه الوصفة دهين يا اللي بصبار ولازم كمان لازم تحمين انا فاكرة ان حطيتها في حتة قريبة ايوه انا علقت عليها حاجة يس وانا بنضف يا ولاد الورمة يس اوكي ها انا جاتي يا بنت الورمة امالي شير فضلا وليس امرا لعلى بلبك يس هنا جوه الخلاط حتة صبارة كبيرة مزلقطة حكينا القشرة وخدنا اللي فيها كمان وقلت قبل كده زي ما علمتك ها تعالي الجنزبيل بيكون مرشوش بكيماويات ورشش فشاش قبل ما تدبي السكينة وتقشرين الجنزبيل او تاخديه بقشره لازم ايه ها كله يكتب لازم تحميه تلاقي فيه يا اختي الاول يا تحمي الجنزبيل بصابون عند الليفة وتنشفيها وتسيبيها كده هو جاهزة عشان لما تعوزي تستعمليها بالقشرة ما تاخديش كيماويات جوه معميعك بفتحة مش بخرف عمالي شير على بلادك ري دم روحي في داهية تاخد امك عند ابوكي يا زرقة يا زرقة يس اركني عشان عايزينك كمان شوي اتي بقى الجنجر لا جنجر ايه ده انجليز الجنزبيل اللي بي عند طحن يا ابي يا سحال جنزبيلة طازة مفيش اطيز من كده جنزبيلة طازة حلوة ايه يا واضربي الجنزبيلة مع الصبارة في الخلاط زي ما ابي زمان عملتها
احب افكرك عملتها في اني فيديو من كام سنه يا عشان الحراميه اللي بيقلبوناني وعايشين عليا. يا كان في واحد طلع قال اي قاعده في الخرابه اللي ورانا. يس هو ده الفيديو. قال البت دي او انه ما قالش البت، قال الولية دي عايشه في الخرابه اللي ورانا. يا وبعدين انا لما قريت وانا صاحي من النوم الصبح طلعت وانا منكوش غسلت سناني على اللايف وعملت الوصفه ده هي وشربتها من الشفشق على بق. وقلت لكم ايه، انا بشرب الحاجات ده هي على الريق الصبح. يس بعدين انا قلت له في الخرابه، في زريبه يا ناس، في الخرابه بتاع ايه بالظبط انا عايش، خرابه بتاع اسكتلندا ولا خرابه بتاع ايرلندا؟ يا تعالى هنا. ولبست بقى ايه، فاليلا، فاليلا بتاعتي يا وفوطه، وطلعت هزقته واستريحت. يس ما ترقصيش لسه، بنقول يا هادي اختراع والله. كل ده بتقطعي في لا انا ما انا عندي وقت الدنيا، انا ما بطلعش خالص. ادي جنزبيله مع الصباره، حركه حركه ناسفه للدهون وكمان ناسفه. يس هي ناسفه. استنوا بقى، ايه الاخضر ده يا ابي؟ سبانخ، سبانخ علشان اغذي بطني وانا اروح الحمام اخرج كل حاجه كانت جوه. وده اسمه سالري كرافس، بس هو كان واقف وبعدين لما جار عليه الزمن مال، بس هو سالري كرافس. الاول حطينا هنا حتة صبار هنا حرامي يا وجنزبيل، ودلوقتي هنحط الكرافس السالري بتاعنا. كرافس حلو قوي 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 لكل السيستم بتاعك من الداخل وللبشرة، هتنورين من الخير. وكبسي بدل ما ربنا يديكي مصيبة تاخدك يقطع لك النور. شفيش بلاش الحتة الاخرانية اللي في الكرافس عشان تبقى سودا كده هو. وادي كرافس حلوة، كرافس بالعربي انا بقيت بيها هايلة. وهاتي بقى ورقيات السبانخ يا السبانخ، مش للطبيخ بس، السبانخ هنا احنا بنعملها في العصير للجرثومة ولتقليل الوزن ورقيات السبانخ. ولو حد عصبني هقلب انجليزي واعمل الفيديو اللي جاي اللي هو بعد شوية بالانجليزي، مش هسأل فيكو بالعندي يعني، عشان ما عنديش انا الرقم فوق ولا اخد اي هدايا ولا زفت. حبة محترمين من السبانخ، سبانخ بدون العروق، ورقيات بس يا ورقيات كفاية. انا كنت بدي العروق بتاعتها للفكرونة. ايه فكرونة دي؟ السحلفة. او ما كانوا في اسكندرية بيربوا سحلفة. ناو ابي لندن هوكر بتعمل ايه؟ بتحط السبانخ فوق كرافس. خدوا الشغل يا من ذو الخبرة، مش انتش عند اجري نو. كده استفتحنا ايه، قطعنا السبانخ بتاعتنا، قطعنا جنزبيلة بقشرتها، قطعنا حتة الصبارة بدون قشرة مستحمية. and no ليمونة، ليمونة يا استنوا خليكم معايا هنا.
رياكشن. انا ما كنتش جاهز اطلع لايف, انا طلعت عند والله. انا اصلا كنت في السوق, ما كنتش طالع لايف النهارده. نص ليمونه, ايه ده يا ابي يا مال, عاملك ايه؟ بشرتها وخدت قشرتها عشان حاجه تانية لما حرميها. نص ليمونه, عايزه تقطعي الليمونه قطعيها, بس انا بحب اخد بس الميه عشان الليمون احيانا هنا في لندن بيكون مر. ناو بعمل ايه؟ بعصر نص ليمونه عشان الصباره بتاعتي تديني نتيجه صح في بطني. في العيد ابي شدت الرحال وخدت شنطيتها وراحت عند واحده عرفها من 8 سنين. واحنا بنعمل الحاجات بس يا وقضت معاهم اسبوع. الناس بقى اللي عارفيني كويس عارفين انا كنت فين, عند حبيبتي نينا صاحبتي. اوكي, ودبحنا بقى خروف والجيران كانوا هيجيبوا لنا البوليس, قال علينا ان احنا كيلرز. البرتقانة, الله, امال فين قشرة البرتقانة يا ابي؟ بشرتها بشرتها عشان عاوزاها انا. شايل تاني في نفس يعقوبيان في 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 قسطبان ده اهو. اهو انا بقى كل حاجه وليها حاجه. برتقال شيل الحته اللي فوق والحته اللي فوق هنا, وخدنا القشره ما بتكدبش, بشرناها في المبشره بتاعتنا عشان ايه بعدين. وناو هقطع برتقانايه كامله بدون القشر. انا بشرت القشر وشلته على جنب, وقشر الليمون بشرته وشلته على جنب. شغلانه جايه تانيه كده كده. هقطع برتقانايه دهين حتت كده هون, واسقطها فين؟ لا يا قلت الادب, في الخلاط. يس, كل واحد ونيته. كده كده برتقال, فيتامين سي, ماجي يا ترابيزه يا رقاصه هظبطك حالا. انا بس اضرب الحبه دول كده كده. انا عملت ايه؟ كده انا خدت فيتامينز. يس, جوه الخلاط. مش هتحطي ميه؟ هنشوف. عايزه ميه نحط ميه بس خلاص كده. ده العصير بتاع ايه؟ بتاع الجرثومه, لقتل الجرثومه, عصير لقتل الجرثومه. تمام, وكمان لبشره زجاجيه. حلوه زجاجيه دي, ايوه ما علمتهم. وتبتدي تشوفي هتحتاجي ميه ولا لا. عايزه اديها, مجهزه ميه عندي. سمي قولي بسم الله ما شاء الله, قولي مش هتخسرين فلوس. اكتبي بسم الله ما شاء الله, قولي اللهم يرحميك يا ابي, الله يخليك يا ابي, الله يحميكي من عيون بتورمة زرقاء. بس هو كده عايز ميه بقى, احنا كده فهمنا خلاص. هات الميه بتاعتي اللي انا بغليها وبسيبها تبرد عشان تبقى نضيفة. عايز تحطي ميه معدنية حطي. انا بغلي الميه وبفلترها وانقطها طول الليل, اصحى الصبح الاقيها جاهزة, احطها بقى تبرد واحطها في التلاجة. دي الميه المعدنية بتاعتي كده. واضرب رش ايمين عند شمال تنزل تحت وتطلع فوق. عصير صحي بعمله من 8 سنوات
وعندي الفيديو موجود في قنوات اليوتيوب يا وقالوا عليا ان انا بصور في الخرابة. اسمه المشروب الاخضر. محتاج ميه از ايه يا اديله ميه. ليه؟ علشان ينضرب كويس. اذا حبيتي اختياري اذا حبيتي تعملي العصير ده هو وتحفظيه في التلاجة اكتبي عليه قابل للنصف. الاخضر اللي انا عملته من سنين والعالم كلها شافته اهو اجي العصير بتاعي. انتي ليك الاختيار يا اما تشربيه زي ما هو يا اما تعملي اللي انا هعمله بعد شوية يا بس هضربه تانية بريحه يعني. خراب بيوت، كهربا غليت وفي خراب بيوت. وبعد كده الخطوة اللي جاية للعصير الأخضر ده اللي هو أصلا أبي لندن ووكر عملته من 8 سنوات أمام العالم كله وكان في نسبة برتقان أكتر جدا على فكرة. وكده عصير السبانخ البرتقان اتزلحق لوحده سبحان الله. هاجي دلوقتي اصفي العصير بتاعي ده ولا حطينا اي حاجة غلط فيه. حطينا فيه برتقان، حطينا فيه جنزبيل، حطينا فيه مواد هايلة، حطينا صبار يا وكده يبقى عندك العصير بتاعك. اللي تقدري ان انتي تشربيه طول اليوم بس بشرط. اعملي شير عشان اقولك بعد شوية ايه الشرط ده. يبقى شرط نور. شرط نور. بشرط ايه يا ابي؟ بشرط ما تخرجيش وانت شاربة العصير ده. ليه؟ لانه هيسهلك عملية التواليت جدا، يعني هيخليك تروحي الحمام كتير. اوكي، يعني لو انت رايحة حتة وفيها حمام اوكي، بس بشرط. الله، هو كل شوية شرط. ايه؟ بفهمكم. تعصريه كويس جدا قوي خالص وتاخدي كل الخلاصه. والخطوه اللي جايه برضو عملتها الست دي من سنوات. الحياه مش بس طبيخ. يس، زي ما بتطبخين اكل في بيتك لازم تعرفي انك بعد الاربعين، بعد الاربعين فما فوق يا بتحتاجين ان انت تشربين حاجات فيها فيتامينز عالية وكمان تقتلين بيها الجرثومة بتاعت المعدة. المشروب الاخضر ده بيدي بشرة زجاجية فعلا
مع كثرة الاستعمال. يعني بيديكي نضارة في وشك. يس مش نضارة، نضارة. هل تسمعوني؟ حاول. وعصري العصير بتاعك وخدي منه الخلاصة. في حاجة عملتها انا زمان وكنت لابسة فيها برضو عباية سودة اعتقد، واعتقد ان المقطع ده موجود. طبعا انا مش هاخد طول الوقت عصر يعني، بس انا يعني خليه هنا على جنب انا اكمل كده. وادي العصير الاخضر اللي يديكي نضارة في البشرة وقاتل للجرثومة داخل بطنك يعني. يا وتقدري تضيفي عليه ملعقة من العسل الابيض. يبقى انا كده عملت ايه؟ I killed the beast. يعني ايه؟ هوريك تكيل ذا بيست ازاي. وانا عاملاها لاوروبا، عاملاها في قناتي الاوروبية الامريكاني. حطيت بما يعادل ملعقة عسل ابيض هنا في العصير بتاعي. العصير لحد كده مظبوط جدا. علشان تخسسي وتحسي بالشبع تعالي هنا. هتحتاجي حاجة ابي اتكلمت عليها في قناة النهار واتكلمت عليها زمان ودلوقتي وقبل كده، هي اسمها بذور الشيا. عملت منها 3 برطمانات والناس كلها بقت تقلد البرطمانات وتعملها زي ابي بالظبط، علشان تفهم الناس انه بذور الشيا دي بتديكي احساس بالشبع. هتقولي واحده لا يا ابي انا لما باخد بذور الشيا بتعملي حاله امساك. هقولك هنا مش ممكن تعملك امساك، لان هنا الملين كله اللي بينظف البطن. ناو هاخد بما يعادل ملعقة او ملعقتين على حسب الكمية. ملعقة واحدة ممكن، ملعقتين ممكن، لكن لا يمكن. شوفي بقولها لك ازاي دلوقتي بالشويش وبهدوء ازاي. لا يمكن تشربين بذور الشيا مرة واحدة سريعا كده. لا نو. لازم تتركيها علشان تخرج الجيلاتينات الكولاجين بتاعها منها. كده انا معايا كولاجين. يس كده انا معايا فيتامينز. يس فيتامين اوف كورس من السبانخ. حديد، هنا في حديد. وكده برضو انا عندي ايه؟ فيتامين سي. من ايه؟ من الاورنج والليمون. وكده انا عندي ايه؟ عندي صبار. يس اللي بيخلي بشرة ابي تلمع كده ويتغازون منها. يس واضربي بالشوكة معلقتين بذور الشيا في الدورق بتاعك. ده كده المشروب السحري بتاعك اللي انا هشربه معاكم في نفس اللايف يعني، بس بعد شوية افضي شوية مية هنا. واجيب زجاجة فاضية وهكتب عليها قابلة للنسف، يعني قابلة للتفجير. وهروح حاطة فيها قمح وانزل بالخلطة السحرية بتاعتي ده. هي ان شاء الله اشرب منها كوباية الصبح وكوباية بالليل. والسبانخ مفيش ارخص منها. والحكاية كلها ممكن تحطي اللي على مزاجك في الخضروات بتاعتك. ممكن تحطي التلوارمة الزرقاء في اي مصيبة تاخدها يعني. يا وتحاولي ان انت تحفظيها في التلاجة. مش قادرة استنى، طعمها حلو اصلا بموت فيها. يا نعم.
استنى شويه على بال ما تبتدي، اصل الازازه كانت مليانه قوي، لازم اعمل الحركه دي. يا وادي مشروب السحري الاخضر الصحي اللي تقدري تنسفي بيه بطنك والهنش لو شربتي منه كل يوم مرتين الظهر وبالليل. بذور الشيا بتفرز كولاجين لما بتقعد وبترتاح. وهنا نقول باي باي لجرثومة المعدة، وهنا نقول اهلا وسهلا بالنضارة الطبيعية من داخل تحت الجلد للبشرة. وده الحاجة اللي انا عملتها زمان وكررتها كتير جدا باشكال كتير، لدرجة ان عملتها مرة تانية بالشمام لو تفتكرون، كنت لابسة فيها بلوزة بامبي وكان في دكاترة انجليز بتفرجونا على اللايف، عملتها بالشمام والموز وبرضو بنفس الطريقة. وكمان برضو عملتها بعملها انا اصل على روحي، عملتها بالجزر واليوستافاندي والبرتقال والجنزبيل، وحطيت عليها حاجات كتيرة جدا. وبعدم التكبيس بيجي اللايف يروح قاطع عليا ويروحوا مدياني يقولوا لي ايه، يا تمشي يا تكملي بالتكبيس اللهبل اللي عندك. كانوا هيقفلون اللايف ليه؟ لاني كل الوقت ده كله 22,000 اعجاب فوق بس، انا مش بطلب منكم فلوس باختصار، الناس الموجودة تشد حيلها معايا. ونقرب من الكم ونوريكي الخلطة دي حقيقي مفيدة، مفيدة للبشرة، مفيدة